50 عضوا مشاركا من جنسيات أجنبية. إن من بين المعنية المختصة مكانة الخبرة العلمية في صنع القرار السياسي، ناهيك عن الاهتمام بالثقافة العلمية حسب ما تنصه عليه المادة 35 من قانون الأكاديمية. سنعمل على مرافقة الوكالة الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في هذا المجال، كما سنرافقها أيضا في فتح باب الترشيحات التي بشرتها مؤخرا لأجل الوصول إلى أعتقد 200 باحث في مختلف المجالات. وعليه أتمنى أن نكون في المستوى المطلوب. هذه الجائزة موجهة بالخصوص إلى الباحثين الناشئين الذين عمرهم أقل من 40 سنة، وهذا بالطبع لهدف تحفيزهم ونشر البحث العلمي وخلق مسابقة علمية في أوساط الباحثين الناشئين في الجامعات. كانت الإرادة أننا نربط هذا التوقيت منح الجائزة ولا الإعلان عن الترشح للجائزة مع لأن في شهر جويلية شهر عيد الاستقلال والشباب. الدعوة للترشح راح تكون يعني هي راهي مفتوحة، وآخر أجل للترشح راح يكون في 10 سبتمبر إن شاء الله، 10 سبتمبر 2024. تعتبر هذه المسابقة للأكاديمية للجائزة الكبرى للأكاديمية للباحث الشاب مسابقة تساعدنا على تنمية أفكارنا وتثبت بأن الدولة تسلط الضوء على مجال البحث العلمي وخاصة البيوتكنولوجيا.